تمرين تحليل عظم السمكة أو مخطط السبب والتأثير تمرين مهم جدا لتحليل الأسباب التي أدت للمشكلة من أجلها أنشئ المشروع. يعتبر هذا التمرين مهم جدا مرحلة تأسيس المشروع لتأسيس مشروع قائم على تحليل منطقي. كما تلاحظون الآن الزملاء في حالة تأسيس لمشروعهم وتحليل لعظم السمكة من أجل تحليل خطوات المشروع.